حبيبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. أدعو الله عز وجل في هذه الليلة المباركة بالتوفيق طبعا لكل أولادنا إن شاء الله. كان لازم نطلع عليك بالفيديو القصير ده نتكلم مع بعض بعد طبعا ما ربنا عز وجل يعني أكرمنا بهذا التأجيل، اللي أكيد يعني إن شاء الله هيفيد الكل، وإن كنت أنت تعبت شوية يعني في شيء من الضغط النفسي، بس معلش دي اتساع وفسحة من الوقت، تلم نفسك لو كان ناقص ليك مادة أو غيره تخلص فيها. كنت عاوز أكلم معك في الآتي. حضرتك هذا التأجيل أفادني في الآتي، عشان بس بعض أولادنا تواصلوا معنا نرجو أنهم يهدوا شوية. هطلب من سيادتك تعمل المقارنة. إيه المقارنة؟ لو الامتحان كان يوم 7/6 كان المتبقي لسيادتك 18 يوم فقط. لاحظ أن في يوم إيه؟ في أسبوع في عيد، ها؟ يعني في حركة، يعني الطالب الوقت مش هيكون فيه يعني شيء من التركيز. حضرتك 18 يوم دول مش خالصين ليك، خد منهم 10 ايام عربي يفضل لك 8 ايام. هسألك بقى سؤال، هل الثمان ايام دول مثلا يعني هيكفوا مثلا تقدر تخلص يوم بعض المواد اللي ما خلصتهاش؟ هل هيكفوا بعض الاجزاء اللي انت عاوز تركز عليها؟ هل هيكفوا الثمان ايام يا دكتور بعض الفيديوهات مع الاساتذه الافاضل عاوز تخلصها؟ خلال الثمان ايام دول كان في عيد واسبوع، فالدنيا مش حلوه ليك. بفضل الله عز وجل ومن كرمه إن ربنا عز وجل إدانا عندنا مادة تاني في الامتحان وأجل. طب شوف الفايدة لما يكون عند سيادتك الامتحان بقى يوم 21/6، ده اتساع ما يقارب 30 يوم. حضرتك لازم تعرف إن 30 يوم دول فرصة من ربنا، أرجو ما تضيعهمش وما تظنش الوقت كتير، لا الوقت يمر بسرعة. فليه تقسيم؟ هارضوا عليك إذا أنت قبلت ربنا وفاك يا رب. هنعمل التقسيم كالتالي. حضرتك العربي احنا معتاد بنوفر له ما يقارب 10 ايام، هناخد منك 21 يوم، ده عرض اقبله وفكر فيه او راجعه. ال 21 يوم دول سيادتك بتخصصهم لبقيه المواد بدون تسميه مواد، وطبعا كل المواد فوق راسي، الماده كذا والماده كذا انا ما خلصتش فيها، الباب ده يخلص، الفرع ده يخلص، هطلب من سيادتك الطلب 21 يوم لكل المواد والعربي اتكلم فيه. قد أكون يعني في شيء من المبالغة بس أظنها هتبقى قريب من الواقع. اليوم 24 ساعة يربس قبل ما سيادتك تنتقد كلامي اعقله. حضرتك هيديك 6 ساعات نوم، تمام؟ يبقى المتبقي 18 ساعة. طالب تلتة من الحزب بالساعة بالوقت وبالثانية، الوقت مهم، أنت خلص في الأيام الأخيرة. ندي لسيادتك 4 ساعات راحة، يعني حركة ما بين اليوم، هيفضل لك بالفعل لو أنت طالب جاد ربنا يبارك فيك 14 ساعة. لو قسمت خلال اليوم ال 14 ساعة على 3 مواد خلال 21 يوم، تقدر سيادتك تنهي أي مادة أنت متأخر فيها، تركز عليها جزء أنت عاوزه، تذاكر أي فيديو أنت لسه ما خلصتوش. فبننصح لله عز وجل لابد من الحفاظ على الوقت. دي فرصة ربنا عز وجل اللي أعطانا. لو سيادتك خلصت مذاكرة وأنهيت وكنت مستعد للامتحان، معلش يا ريت ما يحصلش فيه إحباط. ابدأ وجدد من تاني وجدد العزيمة. فأنصح لله قسم وقتك 3 أقسام. يعني مثلا من الساعة 7 صباحا كما تريد أنت زي ما أنت عاوز للساعة 12 ظهرا، ثم تريح شوية، تبدأ مثلا من الساعة فرضا هكذا 2-6 وقت، ثم من الساعة 8 للساعة 12 مساء. هذا تصوري أنت، ربنا يحفظك، اقعد مع نفسك حط جدول، بس أمانة إن شاء الله ما تضيع وقت. فخلي الثلاث أسابيع دول فرصة أي مادة نظرية عملية إنها عليها وخلص فيها إن شاء الله بإذن عز وجل. ليه رجاء؟ خلال ال 21 يوم اللي هم حضرتك هتاخدهم دول، لو في حاجه في العربي ناقصه، يعني بفترض في مثلا جزئيه ناقصه في الادب خلصت اثناء هذا الوقت، في جزئيه ناقصه في النصوص في القراءه اثناء هذه الثلاث اسابيع انهى عليها باذن الله عز وجل. حضرتك من يوم 11/6 ان شاء الله تبدا تفضى للعربي تماما، بتدينا قرابه العشر ايام، بنزل لك جدول ان شاء الله، الجدول ده سيادتك بنراجع العربي فيه مرتين باذن الله، مره بتكون شرح وتحفيظ، مره بتكون ليالي امتحانات وحل امتحانات. بفضل الله عز وجل بتخش حافظ، او بمعنى اوضح بقدر ربنا وثقه في الله عز وجل بتخش الامتحان في ايدك. طيب اذا ارجوكم ثم ارجوكم التاجيل ده في صالحنا، ما تسمعش هذا الكلام بشيء من الكسل، الكلام مهم. معك 21 يوم، رتب حالك، قسم وقتك، اعمل جدول، حد يساعدك، انهي اي ماده حضرتك انت يعني ما خلصتهاش. انصح الماده اللي فيها حفظ تكون الصبح، الماده اللي يكون فيها حل تكون بالليل وانت صاحب رايك.
بالنسبة عشان بعض إخواننا سألوا على الامتحان اللي حضرتكم، احنا على أهدنا معك، وده مش مزايدة ولا حاجة، ده فضل الله عز وجل. زي ما بدأت من سيادتك برنامج المراجعة على اليوتيوب، هخلص مع سيادتك الامتحان على اليوتيوب بإذن الله. ما فيش عندي موقع هياخد مراجعاتي أو غيره، زي ما أنا معك. وفي الأيام الأخيرة هبقى معك يوميا بفضل الله في الجدول إن شاء الله. الجزء اللي هتذكره هكون مراجعه لك بالليل لحد يوم الامتحان، فاطمئني تماما كلها مع بعض إن شاء الله بإذن الله عز وجل. فحبيبنا إن شاء الله بإذن الله لازم نستثمر هذا الأمر. في بس تنبيه لأولادنا اللي متابعنا، إن شاء الله بإذن الله عز وجل يوم الثلاثاء القادم بننزل المراجعة رقم 7. المراجعة دي فيها مشكلة كبيرة، إن هي كبيرة لسبب، أولادنا اللي يعرفوا فيها الوحدة رقم 2-1 في النحو، دي فيها ما يقارب 12-13 درس، أنا شارحهم بالتفصيل. ليه بالتفصيل؟ لو فاتك حاجة تقدر إن شاء الله تلمها، لأن في المراجعة النهائية حل بس، خلاص بقى الشرح انتهى. فإن شاء الله يا ريت تبقى تسمع الفيديو اللي فيه الشرح، إزاي يتم الشرح، بيكون فيها طبعا عندنا دروس ياما، يعني سيادتك هتلاقي فيها عند سيادتك المشتقات، بعد التفضيل، المكان، الزمان، مصدر ميمي، مصدر صناعي، المقصور، المنقوص، المندود، ثم المصادر، المرة، الهيئة، البناء المجهول، ما هي كده، ثم بعد كده الضمائر، ثم بننهي بالوصل والقطع. أنا عامل لك توزيع جميلة تسمعها كويس إن شاء الله هتلم بالدنيا معك. فضلا بقى في هذه المراجعة بنراجع فيها الإحياء والبعث نص أحمد شوقي وبنهنا القصة، فإن شاء الله يوم الثلاثاء بإذن الله بتنزل ليك. برضو بننبه إخواننا الشباب إن شاء الله البوكلت اللي وعدنا به جاهز بإذن الله في كل المكتبات يوم الثلاثاء. البوكلت مهم لأن معمول على آخر التعديلات، أسئلتنا شاملة جاي من كتاب الوزارة، فيها 20 نموذج تطبيقي باسمي، 20 نموذج امتحان تجريبي، زائد اختبارين الاسترشاديين اللي هم نزلوا السنة دي، زائد أعوام سابقة من 2017 لحد 2019 دور أول ودور تاني. حصة التربية الدينية الإسلامية يوم الاثنين إن شاء الله القادم بكون نازلة بإذن الله عز وجل بصورة طيبة، القرآن، الحديث، الفروع، السيرة إن شاء الله. في يوم الاثنين القادم بيكون حصة التربية الدينية الإسلامية. حبايبنا ليه راجع عند الشباب؟ إن شاء الله نستثمر هذا الوقت، ما يضيع شيء، الوقت يمر بسرعة، خلي بالك في وقت أعياد، خلي بالك من نفسك. أرجو من حبايبنا وإخواننا السادة أولياء الأمور، لازم نقف مع أولادنا في هذا الوقت، أرجوكم الدعم المعنوي مهم جدا جدا. إن شاء الله تدلع الولد، إن شاء الله تدديه، لأن أولادنا بجد بجد عليهم عبء نفسي غير عادي. الأولاد يعني بيتمرجحوا رايحين جايين في السنة، نشيل حاجة نحط حاجة، فكويس إن الطالب بيتحرك على الأرض، نقف معه ندعمه نفسيا إن شاء الله، وندعي له ربنا وفاءه إن شاء الله بإذن الله عز وجل. حبيبنا اطمنوا إن شاء الله بإذن الله عز وجل كل تأخير وفاء أخيرة، وربنا عز وجل هيبارك فيكم، وإن شاء الله إن شاء الله هتكون إنسان بإذن الله إن شاء الله هي من أحسن الدرجات، لكن لي ملحوظا خلي بالك ممكن الامتحان يجي فيه شيء من الصعوبة أو غيره، و يحتاجهم ان احنا ادناك وقت كفاية اجلنا لك، خلي بالك من نفسك من وقتك، وربنا وفاك ان شاء الله بإذن الله عز وجل. لا يبقى الا ان ادعو الله عز وجل ان شاء الله يبارك في الوقت ويسر لك امرك ويهديك للصواب ويرزقك نعمة الطمأنينة والهدوء والسكينة ويكلل تعبك وارهاقك هذا بالنجاح المشرف ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، خدنا من وقتكم شوية لكن ربنا يبارك فيكم. ما ننساش نستثمر هذا المد اللي تم في الامتحان ان شاء الله او الوقت، حس ربنا عز وجل يوفقكم جميعا. حبيبي ربنا يوفقكم ان شاء الله، ربنا يوفقكم جميعا، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.